السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. صباحكم ورد. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس ساطحة بوجهها نمونة، شوف تظهر شكلي تعرف صورة أرضي. المراد ما بهذا موضوعنا. معزم الله يحفظكم، أسير العين من البارحة أنا والخبير نسير وين هذي يسوي الأسبوع الضفور مال البديكير والمانيكير. إذا هذا الصالون اللي حق اليوم جيناه يا قيرة دشيت متعايز والهياز اللي في الدنيا كلها فيه ما تشيف. هي راقد زين وناش من الصبح مصلي معي من الأخير وتميت فوق ونشيت وتخلاف وعدلت شيري للسفر. أظهرت ساماني وفي خاطري بدأ ما اشتدت خلاف ودي وحدة مرة وحدة كل يوم بحط شيء لأن سيرة لندن روحها تجيله. هم من السيارات الخفيفة، بشرات سيرة مصر ولا بانكوك ولا بقع الجريبة، هناك غير نمونة. سيرة لندن تجيل أثقل سيرة هي سيرة لندن، لكن من توصل تانس أمرك كأنك حصان، ويوم بتظهر عنها كأنك مفارج أمك وبوك. هي والله ترى بالأخص لندن يوم تيها أول ما تحس بتذهب عمرك للسيرة تجيل السيرة، من توصل تنسى الدنيا كلها. يا غير وانت ظاهر من لندن من تخلصت إجازك ما ودك تظهر كأنك مفارج إنسان غالي وعزيز عليك. هي والله عاد من توصل دار خلاص هاك شعور يمتسح لين ودي ثاني لندن. هي والله المراد الأمور طيبة. وأشوف عمري أقول لكم متعايز والله سيرة العين متعايز وشو أعتقد إني بسير 90% إني بسير. إيه رافع قبل الغداء وهذا بسير لأن خلاف الوقت كاظم تبى أسوي ريولي تحت محشفات شو تحره هنا قرف شيري. هي والله حرش ريولي والله على الشبرية شر تحت اللحاف تسوي نتوعيني برقاد غير نمونة. شو والله انتو تشوفوا الصليج من خارج ما تدروا بهن الريول شو قام حشفات. الله بالمستعان. اي والله ما ادري زي شو اسوي عاد هاي ريولي وين يبي ريول غير زي قلنا صلاح الصباح الاخير ميلس عندهن عندكم دواركم مشقل اليوم قاني سوداني. خله يا الله منك يا الله اسمع صباح الخير. بخير صبر طالع نياي بخير بعد غاوية ريو يا زين شو عرف شي بلو صراح شو عرف شي شوفوا لحين هاي عليكم واركا how are you good morning كين spinach and this white broccoli this one is what زهرة and زهرة and apple كوسة بعد كوسة يلا صباح الله خير بيدود بطني يا بوت هاي صلاح بيدود بطني بتعطيني ابوك سبانخ وكوسة شو بعد كوسة فهذا مقره المدة 5 أيام 7 أيام 10 أيام يازم بويها على هالموقع موقع حينة الفيفاي القط موقع آتشار الفيفاي القط يازم بويه هني المدة على الأقل مش أقل من 10 أيام أو أسبوعين لين يسير وينضأ. وخلاف الله يحفظكم يتدخل مكان فيه براد يعني أو مكان فيه ظلة ما يكون إنها تحت أشعة الشمس المباشرة لجل ما يسود. هي نعم يسود بعشقاي
البحديد تخلي تحت شمس يسود. ان شاء الله عليك يا شامبي. انا يا سباغ مخاري شامبي وشامبي ثارت تخارف. يا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله خيرات رزق من الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله هاي عاد غايتها هاي خلي تشوف فيها شي هالنمونه المنظور بشوي هي الزينه. يو شامبي جود مورنينج. السلام عليكم. ما شاء الله عليك يا شامبي شو الاخبار؟ الحمد لله. متى خارف اليوم؟ الساعه كم خرفت؟ نعم متى يصير رطب اليوم؟ الساعه كم؟ الساعه 9 خلاص. زين زين شكرا شكرا شامبي. انا مزعل ويا شامبي زعلان من شامبي زعل ماله اول من تالي ناق منه نقمة عورة ما شي كبرها. والسبب شو سار الله يحفظكم تعال شامبي تعال ناق منه نقمة ما شي كبرها. ليش بابا زعلان؟ بابا زعلان مشان نكال أمس نصبي هربان واحد واحد بس سويت؟ لا تيني ثلاثة زور أنا قوست هات زور ما أطي يابس أبوي شامبي يام من نخل يم يام منهن عن بكرة أبيهن ما بمخلي فيهن إذنه مخلي بس القلب ويام الزور ليه من تحت كله. يا ربي خطر علي أجتله لكن تعوث من بليس ودرت شو بسوي ونقامت من البحمرة مسوحيني شد خرف وحاط الفيفا وحاط خيرات الله ويضحك شو أسوي. يوم أقول لكم لومي لومي الكبيار هذا لومي الكبيار قص وحدة قص وحدة يلا أشوف أشوف شوش قد غدي يا غير بسرعة النغالة قصها بس عاد عين أبو سيني رضام التنتك هلك عين أبوك زي افتح يدك تح يدك أوبن خلي افتح يدها شوش قاي يظهر يتدردر شرات الكبيار ما يظهر من ماء لا سبحانك يا رب. يوم يقول لك لومي الكبيار ولومي الكبيار هذا أبوي لومي الكبيار هي من عدة ألوان عاد هو شوف هاي ذرون على السلطة وفنان والله لما أشوف أكل أشوف فنان ما بزين تمام هذا قوي زين يلا الطعم يلا ما في زين لا زين ذاكم واحد أنزين أشوف عاد تكمل ما في زين زين هذا قوي اي والله هذا الكبيار سبحانك يا رب. الكبيار شيء عده الوان من شيء حتى لون اصفر ولون بنفسجي واللون هذا اعتقد بعد شيء لون نسيت والله شو من الالواني عده الوانية. وهذا اللومي هذا النوع نوع الماني ليمون اسباني اي حبته عوده وضخمه ها طول تشفت حبته شو ما شاء الله هذا هاي ابنها الكوره عطني اياها يونس ولد محمد رسول قبل 3 سنين شو ما شاء الله حيث انها عطيه انسان المحب عطيه الانسان المحب تبارك الرحمن ما شاء شراته يسخط يسخط لك الشيء وانت ما تدري ما شاء الله يصفط لك شيء وانت ما تدري ما تعاب الا دخل عليك حليلك يا يونس صديق 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 دراسه من يوم نحن يهال من صف الاول في المدرسه الكندي ضربه لين اول اعدادي مدرسه زايد الثاني في البطيء عقب تفارقنا شانوط ستين طول هذراعين بارك الله ماي والله ولا يقول شيء طول النهار هالمتو يوب يحيدني انا دخلت الزراعه ازم اللقاق وقاق 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 تحراها تحراني جات الحد من قدانه انفورم وات ذس اكزاكتلي ذس از ذا هذا عباره عن قرص بيض قرص بيض لكنها مثل ما تشوفون هذا عبارة عن قرص بيض لكن شو مكوناته شو لا في دهن ده همك الله شو what's inside it quickly عادة فقع ها فقع 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 كوسا هي كير سبينتش و
كزبرة سواي ووايت وايت فور ذا هيج نوت يلو هذا بياض البيض وسبانش وكيل وفقع وشو بعد وكزبرة كزبرة المهم 99% منه كل خضرة وهاي اللي تشوفونه هذا فقع يا ربي بعدي الطابة خير إن شاء الله متريج انت لو لا متريج شو يخصك في ريوقي تنظلني شو يعني الكلام ها بس الكلام شو هذا شو بابايا تبى في فاي شو تبى حق كم واحدة بس طيب وبدال كل هذا حق صلاح كله ورا صلاح حاضرين يا ابو احمد لكن بعد ما بالغ هذا لازم يوال 3-4 أيام الحين تبي تأكل منه؟ لا بعدين شكرا ها هريس Good morning How are you? How is your family? كل شيء زين؟ صلاح منو هذا؟ عيس وين كان؟ نسيت التأول ما نسيته وين كان؟ عارف والله ما أعرف والله الله أكبر عليك أنت ليه تعرف كل شيء وين كان؟ مسافر هي ويا وقال اي ام سوري يو سيد ام سوري هي خلاص عفى الله عما سلف ناو بلاك زعلان انت شو اعطاك بخشيش صلاح ليش ما بتعطي بخشيش في العيد كان حيين في العيد شو ليش تفاتن على اسد انت؟ اسد ليش شغل سياره ما بارد سياره صلاح؟ حبيبي شغلك سياره ويخلي كنديشن شغال الحين انا رمسك طاع التليفون شو يعني منو تكلم انت؟ شو يعني منو تكلم انت حين؟ بدرني حين انا رجال طولي طول عرضي عرض يعني ترى بخبركم بقول صلاح مرفوع عن القلم ترى حد من الوادم لو ترى يرمسه ابوه ولا امه شو اللي تبغين الحين؟ ما شاء الله اعطيتهم معاشات بشاتيل ولا لا؟ وين؟ بشاتيل اعطيتهم معاشات؟ لا شو التريا؟ ما لا الكرت وين؟ انت هذا الكرت يلا عطه خلي يصير انت بتيلس؟ زين انت بتسيب تسحب المعاش؟ عطهن كامل الحين كم صلاح حيل؟ حسبتن؟ حسبتن صلاح؟ كم هذيل؟ كم عادة؟ يلا حسب بنشوف نحن كم عادة؟ لحدة يلا بنشوف نحن آخر هاللحدة صراحة عجزتني؟ كم؟ 100 كم؟ 100 هالكثر هاي كلهن 100 والله انك انت مشكله هالكثر كلهن 100 بتحسبه وانك ما هذا مينون لا يدي مينون يلا اعطوه كرت اعطوه الوزاره هنيها على اليس على الصندوق يلا اعطى معاشه ما اعرف يلا حسبي له يلا هذا حين معاش اسد لا هذا الأوليات أسد معاشه لازم صلاح ولي جسم أبوي المعاشات الكثير من الرسائل تيني ليش تصور صلاح وهو يحسب الفلوس وهو يظهر وهو يوزع ترى كل شهر أنت تسوي الحركة هذه الحركة مش مسواي للفشرة مش مسواي للكلام اللي ماله معنا الحركة هذه أروي العرب أن كل إنسان من ذوي الهمم يقدر أنه يكون أحسن على الإنسان الطبيعي السوي وأخير على الإنسان اللي لا يشكو من أي إعاقة بدنية أو ذهنية فلازم نعيش النوع هذا من الناس ويانا حالنا من حالهم يأكل ويشرب ويملك ويسوق سيارة ويوقع على أوراق حتى لو توقيع غلط براية أودي كل مكان لجل أنه يشارك في المجتمع صلاح قبل 15 سنة ما كان هذا وضعه صلاح قبل 20 سنة ما كان هذا طريقة مشي ولا كان هذا أسلوبه ولا كانت هذا ترتيباته الحين صلاح هذا
مايا من فراغ، اجتهاد مني أنا ومن حياة مايا ومن حياة أبوي ومن حياة من خواتي الله يحفظها من إخواني، كلنا نعامل صلاح كإنسان عاقل ونعامله كإنسان يامر وينهي ويبدي رايه ويصرف ويوزع ويتصدق. صلاح تدرون أنه يروح ليه الهلال الأحمر يوميا، يصير الهلال الأحمر هايل في بوكه عازلنا على يم أمهات عشر، كل شهر يصرف 1000 درهم يعطي أخته تصرف له إياهن قنبو عشر إيداد، كل يوم يصير 20 درهم يتصدق بهن، يقول هال عن عوشة هايل عن أحمد، يتصدق روح يصير ليه الهلال الأحمر يوميا ما يخط في يوم ما يصير، هاي طبيعته هو يحب يسوي شيء ونحن نشجعه. فلذلك الإنسان اللي من نوع صلاح يجب الاهتمام فيه أكثر عن الإنسان الطبيعي عشان يشارك في المجتمع ويشارك يحس نفسه أنه طبيعي، ما يحس بعمره أنه مهمش أكل وشرب وزج، لا يتنقل اللي يباه ويسافر ويسير ويجي ويسوي شوبينج ويسوي ياخذ الهدايا وياخذ ناخذ رايه، ها هذا زين ما بزين، لازم علشان هذا بني ادم روح روح وهذا محسوب علينا، وكل انسان عنده حاله مثل حاله صلاح ولا يلجيها بال هذا يا ويل من رب العالمين، عليه عقوبه عليه عقوبه لين يوم العقوبه، هذا هذا ما له استغفر الله العظيم. لازم الإنسان إن كانت ذكر أو أنثى اللي عندك فيها هذا شيء من الله سبحانه وتعالى، حدث وصار وموجود وكلنا لاجين فرض الله ونعرف أن هذا شيء من الله سبحانه وتعالى، نجف العيب حجرة نقفل عليه، لا لا والله بنتعبل منه مدامنا حيين بنتعبل منه، ومن يستوي علينا اللي الله سبحانه وتعالى هو اللي بيتوكل بأمره هو ولا غيره. فلذاك الحكومة ما بمقصرة حاطة بوي لجان ترودهم لين بيوتهم وطالع مستلزماتهم وطالع الليلهم واللي عليهم ومشت لهم الرواتب ومشت لهم الخير والحمد لله تصرف لهم حال حال أي إنسان سوي. فاستغرب من الوادم اللي يقولوا بطرشي لي رسائل كيف تصور صلاح ويجسم بيزات بيذبح او انه غلط انه يقبض بيزات، هذا هذا مش سوي كيف تعطيه، لا والله سوي وسوي وسوي وامية تسوي، يعرف يختن ابليس ويداوي ما يخلي شيء ما يعرفه، كل شيء يعرفه، الاول ما يعرف حاليا يعرف، يوم بتعطيه الامان بتخليه يعرف يظهر ويعرف ان هذا ما حد بياخذه، حد منكم يصك 10 ربيات من جيبه والله لينهشه، ما حد يرمي خاصة البيزات صلاح فيهن، لا يعطي لا حق ولا باطل صلاح في البيزات، لو تبك ندورت اللي عليه بيعطيك إياها بيزات، لو الموت ما يظهر أبوك حق ولد أمه وأبوه، أنا يوم أقول له عط فلان العلان ساعة مثل ما تشوفون لين يظهر 10 ربيات من جيبه ساعة تحرى عجارب في مخباه يتروع عني يلدقنه المرأة. بس بغيت أرد على الموضوع هذا، سيرة العين احتمالية أني يسير أو ما يسير الله أعلم، مالي بارض يمكن أسير بكرة أو أسير اليوم الله أعلم، لكن 90% يسير اليوم إن شاء الله. دي اللي تخبروني عن الفي فاي، شو يا أبو محمد الفي فاي؟ هاي عدل ما من الإمارات اللي أظني من حد من الأماكن اللي من غير، يوم أقول لكم في فاي الغب الفي فاي الغب، هذا الفي فاي الغب هذا الخبر اللي يعني ما بمستوي، واللي مستوي هذا هذا البالغ وهذاك اللي ما ببالغ، لذلك هذا اللي يسوى آشار تقدر تسوي آشار وهذا ما يتسوى آشار، هذا للأكل لأن يكون جد يت نسبة حلاوة استوى حلو فلذاك ما يتسوى آشار، ولا آشار الفي فاي هو نفس طريقة اللومي نفس طريقة الهمبة نفس طريقة الهمبة يعني المنقب عبي يسألوا شو هذا، إنزين هو نفس كل الطرق هاي الآشار نفس الطريقة، الفلفل الثوم نفس الشيء يعني، هذا كل اجتهادات كل حد الكرنب ما ادري شو الملفوف كل انسان وحسب طريقته وحسب شو يعيب يخلي في الاشار الليله، بس هذا الفيديو للتوضيح.
الخنيّر اللي نزلت لكم صورته هذا الله يحفظكم موجود في متحف أم القهوين الوطني، وتعود ملكيته لحياة الشيخ أحمد بن راشد المعلّة حاكم أم القهوين السابق، يعلى الله يغفر له ويرحمه إن شاء الله. فلذلك عجبني الخنيّر وتحس به العراقة اللي في الكون والأصالة كلها موجودة فيه. فعجبني الخنيّر وعيبني عيبتني شخصية حياة الشيخ أحمد بن راشد يمال الجنة الباردة والرزة، وكيف العيال حافظوا على الإرث الجميل هذا ويعرض حاليا في متحف أم القهوين الوطني. فشكرا لحساب الخنجر الإماراتي اللي حصلت المقطع هذا منه، وحبيت أني أشارك متابعيني والناس اللي يبوني يشوفون الخنجر الإماراتي العريق الخنجر. وبقوم لكم بزيارة تغطية متحف الخنجر، متحف الخنجر إن شاء الله شيء متحف كل معلوماتها بخبركم عنها إن شاء الله يوم غايته. أتريى الزيارة تكون رسمية وشيء جميل ومرتب، وإلى حين زيارتي للموقع هذا إن شاء الله بوافيكم عن كل شيء. خلاف عاد ما بالحين عقب ما نرد من السفر إن شاء الله. هلا أبو محمد، كيف الحال؟ طيب. هذا الهمبا إنتاج مصر إسماعيلية، كيف كورا؟ الجيم اليوم عادل رقم واحد، رقم واحد الجيم اليوم، هب من الايام اللي فل ممزور لين عينه. لا بارك الرحمن ما شاء الله عليك، جزاك الله واحد واحد جزاك واحد الله يحفظك. هذا انا بطلع عليك إيه؟ ما زيني الا بتليفونك عادل. اي والله تليفوني غبيه بشارات المغبر انا المراد. ما شاء الله عليك، شي سفره شرق غرب ولا شو ان شاء الله بعدين؟ وين اذا الله راد؟ صوب المانيا ان شاء الله. وين عاد المانيا عوده؟ فرانكفورت. بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله. شو امورك انت؟ نحن امورنا طيبه. طمنا عليك. رقم واحد. ابغينا نشوفه. شفت هذا كفر مكون. الله يحفظك. من هبقى وين؟ لا لا. راس الخيمه. اي ما شاء الله عليك. الله يحفظك. استهراني. شو تعدل؟ شو بتعدل؟ سلمني على 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 ابن توفيق. ابراهيم توفيق. تعال يا تعال تعال. تعال تعال ياي. تعال ياي والله انت حلفت ترى زين. او اسلم على ابراهيم توفيق. ابراهيم توفيق ويسلم عليك الريال هذا. انت من هالوين ابوي؟ ضحكه ضحكه والله والنعم. زعابي انت والله مليون والنعم. مرحبا سهل. اقول لك هذاك منو؟ هذا احمد صالح. منوها؟ احمد صالح. احمد صالح بعد من هالكلبه؟ لا من هالعيمان. هذا من عيمان التوله. احمد التوله؟ ايه التوله. التوله ما شاء الله عليك. التوله ولا ولد التوله؟ لا الدوله. الدوله الدوله. قول لي ما دوله. ما شاء الله عليك يا الدوله الله يحفظك. شوف عاد انا طريقتي ما احط القهوه قبل ما تفوح يفوح الماء. من يفوح الماء شويونه توه بعد يفوح، وقبل ما يجلب الماء يوم هو حار مره قبل ما يجلب تشبيت القهوه داخل اللي هي هاي عباره عن فنيالين. هذا لازم القهوه شوي 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 حب يطبخ الماء وتشبوا القهوه عليها وازمه ما تتشاهد تاخذ جلاب وايد. ابدا طبخه الاوليه والثانيه الثالثه بندوا عنها نشوا عاد وخلوها تركد لمده 3 دقائق وزلوها. وايد هلو واد بيت تتفلسف والله خلي القهوه تطبخ لين هذا منه انزين بتغدي عاد صبر وعلقم لين هذا منه. وقولي هذا اللي نحن نستعمله الكتل هذا عود لكن غير انا دلتنا عود بعد الجلب عسب ما يصير يظهر مويه القوري بخير بخير. هذا شوف هاي خلاص انفوحتي هاي عاد الثالثة بس هاي خلق عاد بس دلايا ولا يبات
تازم لك حوالين تركد تحت من تركد وتصفى زلينا ها على الفله حبيب هاي الدله عودك اعماركم حط عاده 5 تروس مسمار واحط الله يحفظكم في اخوي شي صغيرونه قناد ريحه قوت على اللي يموت من الزعفران ها شويون ما تتكثر لان الزعفران قله زباد وكثرت سماد شيء يظهر يكسر القاعده وشاد يكون هذا مبزين يكون ينطبع بشيء سلبي اي شيء عن حده اللي عديت لكم اياها الحين القناد والزعفران والمسمار والمسمار ما ينطبخ اللي يطبخه ترى عليمي ولا يعرف لان اي شيء ينطبخ من هاي المنكهات هاي المواد العطريه من تيه الضوء يطبخ راحت ريحته ومفعوله وكل شيء هو اللي هو واحد بس رنق يازم لكن ما شيء لا طعم ولا ريحه اذا يطبخ في الغرفه لذلك تحطها في بطن الدله شيء طبيعي الدلة عاد الحين ركبت شوف لما اقول لكم ها شو وين عتبة الدحانة حتى لازم لو الولاية فيه لونها زعفراني احلى صوت هذا يعني اخر شيء يعني الدلة روحها تقول بس ابتزرت ابتزرت احلى صوت هاي عيبني وهاي كنت بس حاب اشارككم في هالفيديو المميز الجميل اللي عمري يمكن 3 أو 4 سنين هذا في نيو يير في لندن هذا ردا على اللي يقولوا لي انت في البلاد ولا مسافر نحن نشوفك كأنك في الخارج شيء الناس تقولون تسوي قهوة ما أدري وين وهذا في وين أنت شو من البلادين قلت له أبوي أنا موجود في الإمارات أنا ما سافرت بقى سفري إن شاء الله ثاني العيد بدلاتي وعلمي وخبري شرات كل سنة وكل مرة يعني من استويت يعني في هالشيء يعني فإذا يمكن حد تقليد يمكن شيء تقليد يعني حد تقليد حبيبي كبخت عيني حلو التقليد ليش لا تقليد هذا في خدمة القهوة في الأكل في الشرب في السيرة في اليية في البحر في البر في الجو التقليد زين ليش لا ليش لا لازم يتمنى حد يقلده ليش لا شيء مميز thank you وأنا بعد غرامي وعشقي اللي دانوني غلدوني وحتى اللي ما يدانوني يوم بيغلدوني برايهم عليهم الرب حافظ عليهم الرب حافظ نعم الله ييسر الامور يلا في دعاه الرحمن بنشوف كان يا ترمس خلاف بين رمس ما يترام رمسه ولا بس عليكم اليوم ان الرمسه هذه ما وقفت من صباح الخير بالنسبه بعد اللي تخبروني عن ابراهيم توفيق كان بيصير وياي لندن في سيره العيد لا ابراهيم انا اوديه بس في الشتاء في الشتاء اودي لندن وياي من حول لحول وكان شيء يصير مني ولا منك يمكن لكن لندن في الصيف ما يصير ابراهيم إبراهيم يعيب البراد ويعيب المكان اللي فيه ثلوج والطيور وهالأشياء وفي الصيف ما شيء يبوي في لندن لا فيها الطيور هتهاجر وبرادها يخف فلذلك إبراهيم ما يعيبه يصير الباطنة بيموت على سيرة البواطن إبراهيم جريته من ينزل من الدوام ما يصير البيت ناس من ينزلوا من الدوام ساروا بيوت مرتاحوا يوم يومين ساروا وين يبون هو لا دوام 3 أيام الباطنة 3 أيام يرد من الباطنة سيدي بدل يصير أنا أبو أنت قر في بيتكم والله يا أبوكم ما يقر ولا تسمعت أنه ساير عند زيد ولا عند عبيد فلان ولا هي دا ركضة دبج صبح ومساء البواطن بيموت على البواطن ومن سكن في البواطن بخبركم لا الله من لومه الباطنة فنانة وهلها طيبين وكرام لا مالله من يلومه فقير ما يلا مخبله بالعرب كلها الباطن من استوت الدنيا ما بمليون بالعرب متخبله على البواطن من استوت الدنيا اخذت فيها النخيل واخذت فيها البيوت واخذت منها الحريم واخذت منها شيء وايد فلذلك البواطن ابوي مخبلين بالعرب كل عرفت منو هذا ابو محمد طالع 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 اوه لا 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 لا
لا يمكن. اليوم غير بالخل غير شيء ثاني. شيء ثاني. زين سمعت ابو محمد شو يقول؟ شو يقول؟ سمعته يقول له انزل صور. لا لا ما ينزل. تي بيخرب على الجمهور والجمهور يكون متلهف يبون يشوفونا وما يخرب. يعني يبون متلهفين عليه انه يشوفونه. ايوه متلهفين علينا انا وانت فما يوز تنزل صور قبل ما يستوي العرض. لو سمحت. لو سمحت يقول لك. اي نعم. والضحكه وين؟ ومن ابتدى ابوي ابتدوا يسجلون له البوستات ويصورونه وهذا في حق الفيلم الجديد بشيركم حتى ما يرد على تليفوناتي. لو يرد على التليفون لو اطرش له رساله دق لي تليفون الحين التليفون ادق له 7 وديات 8 وديات يلا يلا يرد علي بر الودي 9. والله العظيم يا ابوك ما كنت اتوقع ان شي بيتغير علي. ين ظهر من ديوان عقله حما حتى يوم رمسه اتروع علي يومي علي ولا شياته ما ابغى البنعنه. استغفر الله. لا والله مسكي اسوي سوالف. لا والله طيب ابراهيم يستاهل كثير. هي نعم بلا فقير ليش لا. نسينا يا ابوكم نسينا ثرى ابوي يحب ابراهيم بخالي الفنان ابراهيم حينا الفنان ابراهيم بن توفيق. يا ابوك اسمه بعد فنان وايد تحيدون هاك في مصر توفيق الدقن هذا بعد ابراهيم توفيق.